هلا احبابنا، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. المهم نبداو هذا الفيديو هذا بهذا الخبر هذا اللي تسمعوه معايا دابا ولا غادي تشوفوه معايا دابا، اللي تهم المساله ديال السفر وديال الرحلات الاستثنائيه الى المغرب. كما تعرفوا ما غاديش نطول عليكم، بعد الفاصل ونواصل. قررت الحكومة المغربية يعني إقامة يعني بحالة استثنائية يعني بإقامة رحلات تعيد المغاربة اللي تقطعت بهم السبل في الخارج بعد إغلاق الحدود بسبب المتحورة ديال الأوميكرون اللي تعرفوها جميعا. وجاء في بيان للجنة الوزارية المكلفة بتنسيق إجراءات مكافحة كورونا أنه من أجل تمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب من العودة إلى المملكة الذين ظلوا عالقين على إثر توقف الرحلات كما تعرفوا الجوية. مهم السلطات المغربية ترخص بصفة استثنائية الرحلات الجوية انطلاقا من البرتغال، تركيا والإمارات العربية المتحدة. وأضاف البيان الذي أورته وكالة الأنباء المغربية رسمية أن العملية التي ستنطلق ابتداء من الأربعاء تهم حصريا المواطنين المغاربة بطبيعة الحال المقيمين فعليا بالمغرب واللي غادروا التراب الوطني مؤخرا، ويجب على يعني المسافرين ان يظهر قبل صعود الطائره نتيجه فحص ديال البي سي ار بطبيعه الحال السلبيه اجريت قبل 48 ساعه على الاقل من الموعد، يعني على الاقل من الموعد ديال الرحله. كما يجب على المسافر كذلك الخضوع للحجر الصحي بسبعه ايام في نزل معين على النفقه ديال الحكومه بطبيعه الحال، وتتكلف السلطات بالعنايه بمن تبين اصابته يعني بهذا الوباء هذا بطبيعه الحال في المطار او في يعني في الاوتيل اللي غادي يمشيو ليه. وتقطعت السبل بالالاف ديال المغاربه كما تتعرفوا في الخارج بعد قرار السلطات تمديد تعليق الرحلات التجاريه من والى المغرب حتى 31 ديسمبر كما تعرفوا يعني الاخر ديال هذا الشهر هذا بسبب التفشي السريع ديال الفاريانت الجديده اللي تعرفوا ديال اوميكرون وارتفاع العدد ديال الاصابات كذلك بهذا الوباء هذا. لكن السلطات تسمح برحلات اجلاء من المغرب وليس نحو اوروبا، اي المغاربه اللي عالقين يعني خارج المغرب. وبررت الحكومة يعني إغلاق الحدود برغبتها في الحفاظ على الإنجازات اللي حققها المغرب يعني في المكافحة ديال الجائحة هذه، ويخشى الفاعلون في السياحة أن يقود هذا الإجرام يعني يقدر يأثر هذه المسائل هذه تقدر تأثر يعني القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي الهش. هو أصلا يعني هذا القطاع أصلا هش نتيجة ديال التداعيات ديال الوباء وديال الأزمة اللي عرفها العالم بأسره يعني ديال الوباء. بطبيعة الحال السياحة يعني تأثرت بشكل كبير 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 في المغرب. المهم هذا المهم هذا هو الخبر يعني اللي تهم يعني المسألة اللي تسولوا عليها العديد ديال عباد الله. هنايا رحلات يعني استثنائية يعني ديال المغاربة اللي عالقين يعني في الدول أخرى، واللي ذكرناها لكم اللي من بينها يعني البرتغال، تركيا والإمارات العربية المتحدة. العديد ديال عباد الله يعني مشاو البوسطه باش يصيبوا سبيد بطبيعه الحال، كاين خلاص ديال 12 اورو دابا ولا مشيتي ديريكت من البوسطه تطلبوا لك 12 اورو انك تخلصها باش تصيبوا لك هذا السبيد هذا. لكن راه كاينه طريقه اخرى يعني باش تصيبوا النيت، يعني ما كاين حتى مشكل وفابور بلا فلوس بلا والو. الا دخلتي لابليكاسيون اللي عندك يعني تانستالي لابليكاسيون ديال الايد بوست يعني في التليفون ديالك وتحاول تاتيفي هاد المسائل ديالك بطبيعة الحال بالباسبور ديالك وبالكارتة ديانتيتا ديالك، كذلك راه ممكن انك تحصل على سبيد يعني فابور غراتيس بلا ما تمشي حتى للبوسطة يعني وتخلص ديك 12 اورو. الناس اللي تسافروا يعني خارج ايطاليا يعني حضروا رؤوسكم، اللي تخرجوا معهم مبالغ اموال يعني كبيره بزاف لانه في حدود 10000 اورو ممكن انك تخرجها ما كاينش حتى شي مشكل وتقدر ديكلاري بها يعني عادي المسائل ما غاديش تخلص على شي حاجه. لكن حذر ان يوقع لكم كما وقع لواحد السيد اللي غادي ب 30000 اورو واللي كان حامل يعني نصف ديال هذا المبلغ في الحقيبه ديال الملابس والنصف الاخر يعني كان ديرو في واحد المرسوبيو هزو معاه. يعني بطبيعه الحال تم يعني السيكويسترو ديال الاحتجاز ديال الاموال هذه لانه ما ديكلاريش بها، وبطبيعه الحال غادي يتعرض يعني لواحد السانسيوني، وبطبيعه الحال خصو كذلك يجيب يعني جيستيفيكي هاد الفلوس هادو منين جاو وكيفاش يعني غادي بهم، ومن بعد يعني ممكن انه يتعرض يعني لواحد سانسوني عقوبه لانه قدرت تمشي ليه واحد 30% ولا حتى 50% يعني من هذا المبلغ هذا المالي اللي غادي به ديال 30000 اورو. لذلك انسان لا غادي يمشي فلوس يحاول يديكلاريهم باش ما يوقعش ليه حتى مشكل، لانه لا دوغانا الايام هذه يعني في هذا الشهر هذا كما شفنا في هذا الشهر هذا تقريبا اكثر من 500000 اورو
اللي كانت غاديه يعني مهربه خارج ايطاليا وما مديكلارياش. لذلك على الجميع يعني حدي راسو غادي بشي فلوس يديكلاريهم باش ما يوقع حتى شي مشكل. القرار الجديد ديال الحكومه ديال ماريو دراغي وهي تمديد ديال الحاله ديال الطوارئ لغايه 31 مارس ديال 2022. كما تعرفوا كانت حاله الطوارئ اللي كانت حاليا دابا يعني لغايه عباد الله مهم حاله الطوارئ هادشي اللي كاين دابا حاليا. الخبر الجديد اللي كاين هو انه عاد تستمر لغايه 31 ديال مارس ديال 2022. وكذلك بالنسبه للاطفال يعني اللقاح دابا حاليا يعني من السن ديال 5 سنين حتى السن ديال 11 سنه يعني هذه الفئه العمريه ديال الاطفال يعني غيبدا بها اللقاح دابا حاليا غيبدا اللقاح ديال هذه الفئه هذه. لانه كما قال يعني الوزير ديال الصحه الايطالي يعني لابد ان الحل الوحيد يعني للخروج من هذه الازمه اللي كاينه دابا حاليا وهي انه الجميع يعني خصو ياخذ يعني اللقاح وكذا هذه باش نتمكنوا اننا نخرجوا من هذه الازمه اللي كاينه دابا حاليا ديال هذا الوباء. وكيف ما تتعرفوا الولايات المتحده وكذلك بريطانيا يعني توصوا المواطنين ديالهم انهم ما يمشيوش لايطاليا لانها ربما تقدر تعرف يعني واحد الانفجار خطير ديال هذا الوباء. ولذلك تحضروا المواطنين ديالهم باش ما يمشيوش لايطاليا مع ان يعني اللي تنشوفوا حنا دابا حاليا في ايطاليا يعني الامور تحت يعني السيطره المساله ديال الوباء تحت السيطره ما كاينش يعني واحد يعني العدوى كبيره بزاف هنايا في ايطاليا وهادشي اللي تيبان. كذلك غادي نشوفوا هنايا كما تشوفوا معايا كذلك لي زوني جال اللي كاينين هنايا دابا في ايطاليا كاين مثلا فليولي فينيتسيا كاين بولزانو كاين كالابريا كاين ترينتو كاين ليغوريا كاين ماركي الفينيتو فالي داوستا كذلك ايميليا رومانيا كاين لاتسيو كاين لومبارديا. وهذه هي الاحصائيات يعني كاين بعض الاعداد ديال الثيرابي انتنسيف كما تشوفوا معايا هنايا زونا جالا. المهم هذا ما كاين يعني في الاخبار اللي تخص المساله ديال الوباء ان في ايطاليا. والاهم منها هو انه يعني هل يعني الحاله ديال الطوارئ يعني غادي تستمر وهذا الشيء اللي ايجابي يعني جات به الحكومه ديال ماريو دراغي يعني لغايه 31 ديال مارس ديال 2022. هذا ما كان في هذا الفيديو. هذا نتلاقى معكم في فيديو اخر. ما تحرموناش من الدعم ديالكم للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.